الكيراتو كونجنكتيفايتس سيكا دي هنتكلم عليها بالتفصيل في التوبك بتاعها الخاص بيها. الاكسوبرانت جرانيوليشن تيشو معناه ان يكون في ألسر على القرنيه، والألسر دي يبدا يتملي الحفره بتاعت الألسر بالجرانيوليشن تيشو وحجمه يزيد عن الطبيعي، يملى الحفره ويزيد كمان لفوق، ده بنسميه اكسوبرانت جرانيوليشن تيشو. والعلاج بتاعه اما ان احنا نعمل بيريوتومي، يعني نيجي على الليمبس ونفتح في الكونجنكتيفا ونشوف البلاد فيسل اللي رايح يغذي الجرانيوليشن تيشو ونعمل له عمليه ربط او كي، او ان احنا نعمل سيرجيكال ريموفال للجرانيوليشن تيشو، يعني نبدا نكحت الجرانيوليشن تيشو اللي موجود. الخمس انواع دول بنقسمهم تحت السوبرفيشال كيراتايتس. وعلاج السوبرفيشال كيراتايتس هنا ان احنا نستخدم انتي بيوتيك ونستخدم انتي انفلاماتوري، وممكن نستخدم اليلو ميركريك اوكسايد في بعض الانواع زي السوبرفيشال بانكتيت كيراتايتس في الاكواي. انما التركه الاساسيه في العلاج انتي بيوتيك وانتي انفلاماتوري. النوع الثاني من الكيراتايتس اللي هو البيجمنتري كيراتايتس، والبيجمنتري كيراتايتس اتفقنا ان هو عباره عن مايجريشن للميلانوفورس من الكونجنكتيفا، لان الكونجنكتيفا هي اللي بتبقى بيجمنت، ويبدا يخش مع البلاد فيسل ويوصل للقرنيه ويثبت في القرنيه لان هي مش موتايل فما بتقدرش ترجع مكانها تاني. مشكله الصبغات دي ان هي اذا جات على الفيجوال اكسس اللي هو على الاكسس بتاع الرؤيه الحيوان ما بيقدرش يشوف. لو جات بعيد عن الاكسس بتاع الرؤيه فما بتضايقش الحيوان في الرؤيه، هي بتضايق صاحب الحاله في منظر العين بتاع الحيوان، انما الحيوان ما بيشتكيش من حاجه. ففي الحاله دي بنعالج البيجمنتري كيراتايتس بان احنا بنشيل السبب، اذا كان في انفلاميشن في الكورنيا بدنا نعالجه. سوبرفيشال لاميلار كيراتيكتومي، يعني نبدا نقشر القرنيه في الاماكن اللي فيها الصبغات دي. والتاتوينج، التاتوينج عمليه الدبغ، ان احنا نصبغ الاماكن اللي فيها الصبغات دي بصبغات بنفس درجه اللون بتاعه العين. يعني لو العين بتاعه الحيوان زرقاء بنبدا نستخدم بعض المواد الكيميائيه لما نحطها على القرنيه في النقطة دي تصبغ النقطة دي بالأزرق، أو خضراء يبقى نستخدم صبغات تصبغ بالأخضر. ودي مش هتحل المشكلة، دي هتحل مشكلة الشكل، يعني الشكل الجمالي كوزمتك يتغير، لكن إذا كانت موجودة على الأكسس بتاع الرؤية فالصبغة كانت سودة حجب الرؤية، صبغتها أزرق الشكل اتغير لكن لازالت حجب الرؤية، وفي الحالة دي بتبقى محتاجة إن أنت تعمل اللاميلار كيراتيكتومي.